سنبدأ نهارنا اليوم بالنشاطات المائية التي تمارس في جزر المالديف، إذ سنتعلم الغوص في مياه المحيط الهندي وسنتناول طبق الجارودا المالديفي. تفضلوا معي. إذا كنت لا تتقن رياضة الغوص فلا داعي للقلق عزيزي السائح، إذ توجد هنا مدارس لتعليمها ولجميع الأعمار، فما عليك إلا أن تطلب من إدارة الفندق أو المنتجع الذي تقوم فيه تسجيلك في مدرسة تعليم الغوص في بضع ساعات. Look at the shark. لا يمكن زيارة جزر المالديف من دون تجربة الغوص في مياهها ومشاهدة أشكال وألوان الأسماك المذهلة، والتمتع أيضاً بمشاهدة شعب المرجان عن قرب وأسماك القرش الدائمة البحث عن فريسة في مياه هذه الجزيرة. هناك طريقة أخرى لمشاهدة الأحياء البحرية عن قرب، وذلك بممارسة سنوركلينج أو الغوص الضحل قريبا من الشواطئ، تجربة فريدة متاحة في معظم شواطئ المالديف، فعذوبة المياه تسمح بمشاهدة الأحياء البحرية عن قرب ولمسها أحيانا. بذلت طاقة كبيرة في الغوص وأود الآن تناول طبق مالديفي تقليدي، ولهذا سنزور الشيف فطين الحائز على بطولة جزر المالديف في الطبخ الذي يحضر طبق المالديفي المفضل أي الجارودا. هيا بنا. Hello, thank you chef, thank you. يتكون طبق الجارودا من خليط أسماك كالتونة مثلا، ويقدم مع البصل والبهارات والفاكهة المحلية والليمون وبعض الفلفل الحار. من المحبذ تناول مشروب بارد ليخفف حدة المذاق الحار الذي تحويه مكونات هذه الوجبة. ليث بزاري، العربية، جزر المالديف.